dans l'établissement de santé le plus proche, CHU, EPH, il nécessite un prérequis qui, c'est le réseau au niveau de l'ILOT. Maintenant, il est généralisé, puis les envoie via. نظمنا هذا اليوم دراسي مع المؤسسات التي قدمت تجربة في مجال الرقمنة، وقد لاحظتم أنه في كثير من المؤسسات هناك تجارب مثمنة ويمكن الاعتماد عليها في التكفل بالمسائل المتعلقة بالمريض. هناك كفان، الكف الأول وهو رقمنة كل أعمال والأنشطة الطبية والشبه الطبية على مستوى المستشفى، ثم التكفل بحاجيات المريض على كل المراحل التي يمر بها على مستوى المستشفى. وأظن هذه قفزة نوعية في إصلاح المستشفيات وفي نفس الوقت في التكفل بالمريض.